واش بغيتو ترجعونا برقاقه صحه؟ واش انت تريح في دارك وانا نبرقق لك؟ وانت واش تبع عقلك؟ واش تبع بنادم بعقله يفكر؟ نبرقق لك ما تبرقق لي، انا بنادم يبعد مني، قطعتي لي رزقي ديال 12 عام، انا كنشكي بك الله سبحانه وتعالى في هاد العواشر هادي، الله ياخذ فيك الحق. وين كنقول لك استدعيني هو اللي امن مكناس، واستدعوني الناس المسؤولين في مكناس، غنقول لهم كل شيء غنقوله. هو قال لك انت عا كتشدو تخشي فيك، ما تقول لنا لهذاك تيبيع لهذاك تيشري لهذاك، علاش نقول لك انا؟ اش غنقول لك انا؟ انا اش نقول لك؟ انا راه مواطن ضعيف. كنمشي عند القايد قال لي رجع لبلاصتك، لما قدم لي حد الساعه ما بغاش يرجعني لبلاصتي. السلام عليكم، معكم خالد الكازاوي. انا اللي كان داك المقدم اللي كان عندي المشكل مع المقدم اللي كان باغي يرجعني برقاك، نفكركم بالحكايه ديالي، لان انا القضيه راه مازال هي اللي حد الساعه ما كاين حتى شي جديد. المشكل اللي كان وقع ليا مع واحد الشاب معروف تما بسلوكه السيء، معروف بواحد الشاب اللي ما غنحتاجش نبقى نعاود عليه، لان راه كما تيقولوا سمام على وجوههم. كان وقع لي معاه مشكل، ضربنا تبادل الضرب والجرح انا وياه، دار لي تنازل بالمقابل، يعني دار لي تنازل ب 42 الف ريال. التنازل اللي دار لي انه ما يقرب ليا ما نقرب ليه، ماشي يجي استولى لي على المكان، لان كناكل منه طريف ديال الخبز 12 عام، جا استولى على المكان صحه بالتهديد بالقتل، بالتهديد بالضرب، بالسب، بالشتم، بشتى الوسائل. الحكم ان الناس ما غنعرفش، انا ما نحكمش على دوك الناس، الناس تخاف لواحد الدرجه ما تصورش، انا مؤخرا كان واحد السيد سمع بانني ذكرته ديال الدجاج غيتهرس، ما الدجاج غيتهرس، وكيتصل بيا تيقول لي وانت علاش باغي تدخلني في المشاكل وكذا؟ علاش؟ لانه مشى عنده ربما او شي حاجه بحال هكا، لان بنادم تيخاف لواحد الدرجه ما تصورش، كنمشي عند القايد قال لي رجع لبلاصتك، لما قدم لي حد الساعه ما بغاش يرجعني لبلاصتي، واتصل بيا تيقول لي علاش ما تقولش لي ما انا درت لك الكاريطه، وانا درت لك انت درتي لي الكاريطه، وانت درتي باش ترجعني برقاك ديالك، ما فيهاش هذه حاجه معروفه، ومن 2018 وانت بقيتي حاقد على هذا الفيلم هذا اليومين هذا، وانتم اللي قريتوا الفيلم مع داك خينا، انتم اللي قريتوه، انتم اللي وريتوه، كتقول لي هو دار عارضه انت دير عارضه، اذا انت بغيتي تدخلني في المحظور كما قلت لي داك النهار انت سير وقف تما الصحه، اذا انتم بغيتوا تدخلوني في المحظور باش تهنوا مني، لانني انا عارف اشنو كاين ما بينك وبين القهوه، ما بينك وبين القهوه ديال الشيشه، لانني عارف الفيلم كامل، هذا الشيء كامل على قبل ديك القهوه، لان هي اللي كتجبد المشاكل تما ليا، انا عارف الفيلم كامل اشنو كاين، عارف الفيلم كامل. هو دابا بغى يسكتني باي طريقه، انا اللي استدعوني كنقول ولا استدعوني المسؤولين ولا استدعاني شي مسؤول في مدينه مكناس ولا ولي امن مكناس، غنقول ليه كل شيء غنقول، ما غنخبي حتى حاجه، لان انا دابا اللي واكل الدق، ماشي هذيك القهوه ولا هذاك فلان. من ورا داك الفيديو اتصل بيا المقدم قال لي علاش ما تقولش لي امراه انا، قال لي علاش ما تقولش لي امراه انا اللي صوبت لك الكاريطه؟ تنقول انت صوبتي الكاريطه؟ ولكن راه ماشي من فلوسك، ماشي من فلوسك، من الفلوس ديال البنايه، بس صوبتي الكاريطه ب 36 الف فرانك ديال البنايه، مشيتي درتيها جمعتيها من هاد البنايه فاش كانوا كيتبناو الديور، ماشي من رزقك، درتيها تما من اجل باش تستغلني، ماشي درتيها لله في لله، درتيها باش تستغلني، باش تبقى تجي تقول لي فلان اش دار وفلان اش دار، ما شفتي من ما خديتي مني لا حق لا باطل، بقيت واحد لك، دابا راك كتفدي فيها. درت شكايه للوكيل المالك، درت شكايه لسعاده القايد، استاجب سعاده القايد، مشيت عنده مباشره قلت له سعاده القايد راه هو فلان، قال لي عيط للمقدم يقول لي رجعك لبلاصتك، من عيط عليه ما بغاش يرجعني، كان عاود نقوله ونعاود نقوله ونعاود نقوله، قال لك وانت عا كتشدو تخشي فيك، ما تقولنا لهذاك تيبيع لهذاك تيشري لهذاك، علاش نقول لك انا؟ اش غنقول لك انا؟ انا اش نقول لك؟ انا راه مواطن ضعيف، كيف وقع لي دابا راك انت تقدر دير بزاف د الحوايج، انت دابا قطعتي لي رزقي في هاد العواشر هادي وهاد 27، دعيتك الله سبحانه وتعالى لا انت لا هاد المجرم، الشكوى بكم الله ياخذ فيكم الحق، لانكم ظلمتوني، ومازال تنقول ما خديتش حقي، انا بغيتي حقي، انا حتى ديك البلاصه ما بقيتش باغيها، باغي حقي من هذا المقدم، علاش انت درتي لي هكا؟ لانك انت كلشي، وزدتي اتصلتي بيا ما ولا البارح ولا ما عرفت البارح كتقول لي وعلاش يا خالد ما تقولش ليهم كذا، قلت لك انا ما ظلمتكش، انت اللي ظلمتيني، وقلت لك الله ياخذ فيك الحق، اتصال لان بنادم حس بالصاد، عارف راسو بنادم اش داير لي، شوف خويا كل ما كنتيش داير شي حاجه ما تتصلش بيا، كل واحد كيما تنقولوا كل واحد بلاكسو على ظهره، بنادم عارف راسو اشنو داير، وعارف لان الانسان شوف الانسان باين ما غنحتاجش نقول ليه، بنادم معروف هذا الشيء كامل، سبابه كنقوله ونعاود نقوله، سبابه هي القهوه ديال الشيشه، وانا اللي استدعوني والي مكناس، ولا استدعوني الناس المسؤولين في مكناس، اقسم بالله تنقول كل شيء، لانني عارف انا علاش دار لي هكا، انا دابا عاد فهمت الفيلم، وجاب هذاك الدري دابا هذاك اللي ضربت معاه، شكون وراه يدير العارضه من غيركم؟ شكون وراه انتم بجوج؟ انت وداك اللي كان معاك تا هو ما عرفتش شكون هو داك اللي قال لي وانت كندوز من حداك ما تقول لي حتى السلام، واش بغيتو ترجعونا برقاقه صحه؟ واش انت تريح في دارك وانا نبرقق لك؟ وانت واش تبع عقلك؟ واش تبع بنادم بعقله يفكر؟ انا تنقولها وتنعاود نقول انا لا
انا لا انا من برقق لك ما تبرقق لي، انا بنادم يبعد مني، قطعتي لي رزقي ديال 12 عام، انا كنشكي بك الله سبحانه وتعالى في هذه العواشر هذه، والله ياخذ فيك الحق، وما غاديش نسكت على حقي، ما غاديش نسكت، ما غاديش نسكت، تنقولها ونعاود، والله ما غادي نسكت على حقي ولو تكون في قطع الرقاب، تنقولها ونعاود نقولها. دابا اش نقول لك، دابا انا لقيتيني قبيله عاد كنت غنمشي عاد نشوف عاد النساب، دابا شي 4 ايام او 5 ايام ما شفتهمش، دابا عاد غنمشي نشوفهم، وليت كنحشم نحشم نمشي ندخل عاد النسابي، كنحشم وكنحشم، بنادم داخل بجيبو خاوي حشومه، هادشي اللي درتو راه ما تيديروش اليهود، شي اليهود وما تيديروش، نتوما يا حسره كتقولوا مسلمين وكتقولوا انت انا مسلم وكتصوم رمضان، اش من رمضان لك، لانني كنعرف عليك كلشي، تنقولها وتنعاود نقولها، اقسم بالله تنعرف عليك كلشي، كنعرف عليك كلشي لحد الساعه هذه، بنادم تيكوي ويبخ، انا بغى يضربوني بالقهوه، انا راه ما كنتضربش، الناس ديال القهوه تيعرفوني انا شنو تنسوى، انا بعيد عليا دوك المشاكل، انا حتى الناس ديال القهوه قلت لهم ما تخلصوني ما نخلصكم، يبعدوا مني، هادشي كنقولو وتنعاود نقولو، علاش؟ لان عارف اشنو كاين تما، ما يجيش بنادم يدخلني ويضربني انا بالقهوه، انا يستدعوني كنقول لك يستدعيني ولي امن مكناس ويستدعوني الناس المسؤولين في مكناس، غنقول لهم كلشي كلشي غنقولو، قهوه ديال الشيشه معروفه، قهوه الشيشه معروفه، ما غنحتاج راه اي قهوه في المغرب كامل ديال الشيشه معروفه اش كيكون تحت منها، وهاد البلاوي كامل اللي وقع عليا من تحت هاد القهوه، من تحت هاد القهوه، راه هاد التصريح دابا اللي تنقولو غيوصلوا ليهم غيقدروا يديروا شي، لان ما غنقدرش نقول شي حوايج، كاينين شي حوايج ما عرفت، ما غنقدرش نزيد نكمل، لان انا دابا غير واحد المواطن صغير، يقدروا يعفطوا عليا بحالك بحالك بالضبط، يعفطوا عليك بحال دبانه، حنا في هذا المغرب هذا راه هذا هو، كنعفطوا على داك الصغيور، ما كنمشوش عند الناس الكبار، كنمشيو عند الصغيور، كنحقروا غير بعضياتنا، هذا الشيء دابا اللي واقع، انا باش نسكت خاص بنادم يدير لك جميع الحلول، كيفاش السيد تعرف عريضه ويمشي صوب سينياتور ديال عباد الله ويمشي كيفاش، انتوما اللي مشيتي قلتي لي انتوما بجوج، انتوما اللي وريتيو باش تحيدوني انا من تما باش بنادم يخدم كيف بغى، انا ما غاديش نسكت على حقي، الا كان دوك الجيران تما تيخافوا على رؤوسهم او انا ما عندي علاش نخاف، انا صافي راه قطعتي لي رزقي، قطعتي لي رزقي تنقولها بحالك، انا ما عندي مالناش نخاف، نخاف من الله، الله اللي تنخاف قدام الله كيفاش غنوقف، ما نتوما راه ما تتخافوش من الله، كنتو كتخافوا من الله، كون اول حاجه قدرتي العمل ديالك بجد، كون اول حاجه قلتي السيد راه دار 12 عام تما رجعوا لبلاصتو، ثاني حاجه ما غتدخلنيش انا في واحد المشكل ديال القهوه ولا ما قهوه، هذاك الشيء بعيد عليا، انا دابا كنقول لك حتى 4 ايام ولا ما عرفتش شحال ما شفتش ولادي، انا دابا عاد غنمشي راه كيف غنهضر معاك غنمشي دابا عندهم وراسي في الارض، اش غتدخل ولا اش غتدخل؟ هادشي الدار نتاعك اش غندخل ليهم؟ اش غندخل ليهم؟ دخل ليهم طويل هكا؟ بنادم راه ما عارف فين بغاو يوصلوك، انا مقدم براسو ديك النهار قال لي وكيف داير لك سير دير لي، يعني اش بغاو يديروا؟ بغاو يدخلوني في المحظور ويحطوني في واحد الموقف ما عرفتش كي غنشرحو، بغاني انا نمشي نضارب معاه، لا كاين القانون في البلاد انا بغيت حقي وحقي منك انت، انا مقدم اول حاجه من القايد، قال لك اخويا القايد حدو قلت لي راه انا فلان بفلان، قال لي ترجع لبلاصتك، قلت لي راه انا اللي ضربت 12 عام كذا كذا، دفعت له الشكايه، قال لي ترجع لبلاصتك، قال لي عيط على المقدم ارجع لك لبلاصتك، هذاك الشيء راه بالجمعه وقيله اللي قبل من هذه، فاش عيطت للمقدم انا تنعاود نقول، قال لي لا وراه قال لي البارح فاش ولا البارح فاش عيط عليا، قلت لي القايد قال لك رجعني، قال لي قول القايد هو يطلعك يرجعك تما، انا خصني نحيد من تما، انا ربما وليت كنشكل خطر على بعض الناس تما، ربما كنشكل خطر على شي وحدين تما، لان كاينين شي حوايج انا ماشي انا دابا اللي وكل الدقه باش بنادم يفهم، راه انا دابا اللي وكل الدقه، راه ما وكلاش القهوه، راه ما وكلوش فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، راه حتى واحد ما عقل عليا، راه حتى واحد راه المخير فيهم مشى سينا خوفا، لكن نتوما انا كنقول لهذوك الناس اللي سيناو، لكن نتوما تخافوا من بنادم خافوا من الله بعدا، خافوا من الله قبل ما تخافوا من بنادم، انا ما عندي ما نخاف من بنادم، كنخاف من الله سبحانه وتعالى. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.